صلاح محسن، يا رب يوفقك في طوكيو الاول. انا بتمنى لك كل التوفيق في الاولمبياد ان شاء الله. لكن قبل ما اكلمك على الاولمبياد يا صلاح، بطوله مهمه وعندكم اصرار كبير عليها ومقطعنا مشوار كبير جدا في ظل صعوبات وضغوطات كبيره جدا، اللحظه دي بتمثل لك ايه والميداليه دي بتمثل ايه لصلاح محسن؟ الميداليه دي مثلت معايا مرتين ان شاء الله، يعني الفتره اللي جايه مزيد منها ان شاء الله، وربنا يكرمنا دايما. احنا تعبنا في البطوله وربنا يكرمنا دايما في البطولات اللي جايه، واحنا مجتهدين جدا. ربنا يكرمنا ان شاء الله. واللعبه كلها رجاله، مش هقدر اقول ان هم رجاله، هم وعدنا بعض وعدنا بعض وعدنا بعض اللي احنا ربنا يكرمنا. ها والحمد لله ان ربنا كرمنا النهارده، يعني اللعبه كلها رجاله. مصر بتفرح دلوقتي، انت مش متخيل مصر عامله ازاي دلوقتي. النادي الاهلي هو سبب فرحه الشعب المصري طبعا، ضغوطات كبيره جدا على لعيبه النادي الاهلي، لان انتوا بتبقوا سبب فرحه الشعب المصري. الحمد لله، انا زي ما اقول لك كلها لعبه كبيره وكلها على قد المسؤوليه. اللعبه اللي موجوده تعبنا كتير في البطوله، وتعبنا كل لاعب في الفريق تعب، وربنا كرمه واجتهد عشان خاطر جمهور النادي الاهلي وجمهور الجمهور العظيم اللي ساندنا كذا مره وساندنا دايما باستمرار، والحمد لله يعني قدرنا نحقق البطوله يعني. طوكيو الحمد لله، طوكيو الاولمبياد ده حلم تاني وقصه تانيه خالص. انا عارف ان انت خلاص بقى هتبدا تخش بدوافع جديده وتركيز كبير. كلمني على الاولمبياد واختيار صلاح في الاولمبياد طوكيو، كلمني على الامور ده صلاح. الحمد لله طبعا ان شاء الله ربنا يكرمنا في الاولمبياد. احنا مسافرين بكره الساعه 12، ربنا يكرمنا ان شاء الله، واحنا ان شاء الله يعني احنا مركزين ان احنا نعمل حاجه في البطوله ديت، وان شاء الله يا ربنا يكرمنا. وكابتن شوقي غريب مدرب كبير طبعا، واي حد يبقى موجود بيدي دفع للفريق، وربنا يكرمنا يعني ان شاء الله. ربنا يخليك يا حبيب قلبي.